فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولعله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بهذا أحيانا، أو كان يقوله بعد سبحانك اللهم، فهل في هذا دليل على جواز جمع أكثر من استفتاح في صلاة واحدة؟ لا، يجمع اللفظ هذا، يجمع هذه اللفظة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.